جزاكم الله خيرا. أعرف أن الزكاة على الذهب إذا وصل حد النصاب 85 جرام، هل هذه الزكاة تخرج على الذهب الذي يستخدم للزينة فقط؟ إذا بلغ الذهب الذي يلبس على النساء بلغ النصاب وهو 92 غرام، فالعلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، فإذا زكيته أو زكيتيه من باب الاحتياط فإن هذا أبرأ للذمة. نعم.